الإملاء، الهمزة المتوسطة المتحركة. ألاحظ وأقرأ. قال الأب فؤاد لابنه وائل: ما أجمل قريتنا، سماؤها في فصل الخريف مغطاة بسحب تبشر بنزول المطر. عندنا هنا الكلمات فؤاد، وائل، سماؤها بها همزة في الوسط، نسميها همزة متوسطة. فوق هذه الهمزات هنا فتحة، وهنا كسرة، وهنا ضمة، نسمي هذه الهمزة همزة متحركة. ألاحظ وأكتسب. سأل، سأل، هنا عندنا الهمزة المتوسطة مفتوحة مكتوبة على الألف، هنا الهمزة المتوسطة مضمومة مكتوبة على الواو، هنا الهمزة المتوسطة مفتوحة وقبلها ضمة مكتوبة على الواو، هنا الهمزة المتوسطة مكسورة مكتوبة على الياء، هنا الهمزة المتوسطة مضمومة مكتوبة على الواو. أنجز على لوحتي. أستمع وأكتب ما يمليه علي أستاذي من كلمات. رأى، مؤذن، مائدة، شؤون، نشأة، نائم، رؤوس، بؤر. ثانيا، أبحث عن كلمات تشتمل على همزة متوسطة متحركة. رأف، هادئة، رؤوف، فؤاد. هذه الكلمات بها همزة متوسطة متحركة. رأف همزة فوق الألف، هادئة همزة فوق الياء، رؤوف همزة فوق الواو، فؤاد همزة فوق الواو.